خوت كيف ما كتشوفوا القضيه غارقه بالثلج، ولا جبت تحيد الثلج كامل بيدك غير التمحن ديال البصه. جبت لكم هاد الخوت هاد لاباراي هادي فواحد الجهد اللي خطير، وها نتوما شوفوا معاه. خوت بالنسبه لهاد لاباراي اللي كتشوفوا فيها راه كتخدم غير بالباتري، ها هو الباتري هنا لاصق، ها هو كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للثمن الخوت ديال هاد لاباراي راه دايره 150 دولار 1500 درهم، وبز زوينه انك كتحيد بها الثلج وكتقدر تحيد بها حتى دوك الوراق ولا الوسخ اللي كيكون قدام الدار ديالك بلا ما تجيب الشطابه وبدا يعني كتسهل عليك القضيه بزاف. المهم خوت احسن وقت نستعمل فيه هاد لاباراي هادي فاش يكون الثلج يلاه صب. انا الصراحه تعطلت خليت الثلج شويه لصق على الطوموبيل، داكشي علاش ما تحيدش كامل. كيف ما قلت لكم الخوت الا مشيتو خليتو الثلج شكرم شويه على الطوموبيل راه صعيبه باش تحل لكم المالا وتحلوا لكم البيبان. ها نتوما شوفوا المالا خوش مباشر تحل والو، سمع والو بحال قلتي الثلج لصق هنا في هذا الجناب هو يكرم والو ما غاديش تحل دابا المالا. ما عرفتش ندير، واش خاصني نتسنى الطوموبيله حتى الغد ليه ويسخن الجو شويه ولا نجيب الماء سخون اخويا عليها، والله ما عرفتش من ندير. نتمنى الخوت يكون عجبكم الفيديو، ولا عجبكم ما تنساوش ديروا بارطاج ولايك الخوت، واللي عنده شي طريقه اخرى باش كيتحيد الثلج يبارطاجيها معنا، ونشوفكم في شي فيديو اخر ان شاء الله.